وزارة التضامن الاجتماعي علشان نناقش نتائج الدراسة التحليلية اللي أعدها سلوك مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حول التناول الدرامي لقضية التدخين والمخدرات في المسلسلات التلفزيونية في شهر رمضان 2014. هذا هو اللقاء الثاني اللي بنعقده حول هذا الموضوع. في 26/6/2014 أقمنا ورشة عمل قارنا فيها التغطية والتناول الدرامي للتدخين ولتناول المخدرات في 2010 و11 و12 و13. وعدنا اللي حضر من حضراتكم ان دي بداية لحملة متكاملة لمقاومة التدخين والتعاطي ولإعلان حرب طويلة ومستمرة على كل ما يمثل خطر أو يهدد شبابنا وبناتنا ويسيء لمجتمعنا. وقلنا إن إحنا هنحلل الدراما التلفزيونية في 2014 ونعرضها في ورشة عمل أخرى ونقعد مع صناع الدراما ونتباحث سويا ونحط إيدنا في إيد بعض علشان نحاول إن إحنا نستخدم هذه القوة الناعمة لمصر، سلطة الدراما وسلطة الفنانين اللي كلنا بنحبهم، سلطة الرياضيين اللي كلنا بنعجب بيهم وبنتابعهم، سلطة الأبطال والبطلات على شبابنا، إزاي نوجهها بحيث إن هي تنقلهم الواقع وتبدعهم وتسعدهم ولكن أيضا تفيدهم وتحذرهم من المخاطر المحيطة بهم. بنتكلم عن شهر واحد فقط في السنة، فكان مهم جدا إن إحنا نشرك المجتمع المدني، رجال الأعمال، الوزارات المختلفة، كل الشركاء المعنيين بأن هم يعرفوا نتيجة هذا الرصد في وجود صناع الدراما، معنا مخرجين، معنا كتاب، معنا منتجين، معنا قنوات التلفزيونية، علشان نتفق مع بعض كمجتمع إزاي هنواجه هذه الظاهرة، ظاهرة تعاطي المخدرات والتدخين في المجتمع المصري، لأنها في زيادة. في 2008 كان 19% من المجتمع مدخنين، احنا النهارده بنتكلم عن 24%، في زيادة أيضا بين الإناث، في انخفاض في سن التدخين والتعاطي، ومع هذا الكم من المسلسلات وهذا الكم من التعاطي والتدخين في المسلسلات المصرية، فأكثر شهر بنشاهد فيه تلفزيون في السيجارة ما لا تفارق أيدي الأبطال والنجمات والصغار والكبار، الموضوع أصبح شديد الخطورة ولازم نواجهه كلنا مع بعض.